بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وحبايبي طلاب الصف السادس ابتدائي، وحشيني والله. ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم يا رب العالمين. اخباركم ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين. انا عارف ان انا قصرت معاكم الفترة اللي فاتت ديت، بس غصب عني انتوا عارفين ان بنتي في ثانوية عامة، والثانوية العامة السنة دي يعني بسم الله ما شاء الله الامتحانات جاية بسم الله ما شاء الله مليان. يعني دعواتكم لكل طلاب الثانوية العامة، لأن زي ما بتدعوا لزمايلكم ربنا هيسخر لكم اللي يدعي لكم. أتمنى إن الكل يدعي لطلاب الثانوية العامة لأنهم فعلا يستحقوا الدعاء، وأعرف إن هتدعي لحد ربنا يسخر لك اللي يدعيك بإذن الله. قبل ما نبدأ في الفيديو، أرجو من كل اللي بيسمعني دلوقتي يدوس لايك على الفيديو حالا، لأنك لما تدوس لايك بتفعل الفيديو وتخليه ينتشر على أكبر نطاق ويوصل لأكبر عدد من الطلبة. يبقى حالا هتدوس لايك على الفيديو. يلا بينا بقى عشان خاطر نبدأ في المصطلحات العلمية بتاعتنا. measuring يعني قياس، skills مهارات، weather temperature درجة حرارة الجو، زي ما احنا شايفين دلوقتي كده الجو حرارته عالية، ده weather temperature درجة حرارة الجو. sense of touching حاسة اللمس، لما تكون لا قدر الله تعبان مامتك تحط ايديها على وشك كده تقول لك انت سخن، ده حاسة اللمس، sense of touching. straw mass دي أداة بنستخدمها في المعمل إن شاء الله في الدراسة بإذن الله. coloring crayon قلم تلوين. hard paper ورق مقوى زي ورق الكرتون كده بالظبط. warm place مكان دافي زي المطبخ كده أو مكان مشغل فيه دفاية. contract تنكمش من السقعة والبرودة يعني. capillary tube دي أنبوبة شعرية موجودة في الترمتر اللي بنقيس بيه الحرارة، يعني لو انت عندك ترمتر بسيط فيه هتلاقي فيه انبوبه رفيعه جدا 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 اسمها كابيلر تيوب، عشان كده سموها انبوبه شعريه لانها رفيعه جدا. كونستراكشن يعني اختناق. ميديكال يعني طبي. ميركوري بالب مستودع الزئبق. سيليزيوس مئوي. ترانسبيرنت شفاف. استرلايز يعقم. تيشو بيبر منديل ورق. سكيل تدريج شيك يعني رج. سيز يضغط فيرملي بشدة. توكسيك سام يعني الميركوري اللي هو الزئبق اللي موجود في الكترومتر توكسيك سام جدا. هيومانيتي البشرية. بويلينج بوينت درجة الغليان، أنا عندي كل سائل لدرجة غليان خاصة بيه، يعني المية بتغلى عن درجة معينة، اللبن بيغلى عن درجة معينة، البنزين بيغلى عن درجة معينة، أي سائل لدرجة غليان معينة بنسميها بويلينج بوينت درجة غليان. ميلتنج بوينت درجة انصهار، أنا عندي لو جبت حلة ألمونيا وطبق بلاستيك حطيته على الولعة، مفيش دقيقة هيكون طبق بلاستيك سايح لأن البلاستيك الميلتنج بتاعته قليلة، أما الألمونيا محتاجة أوديها المصنع لدرجة حرارة درجة الانصهار بتاعتها عالية. يبقى ميلتنج بوينت يعني درجة انصهار، يبقى كل معدن ليه درجة انصهار بينصهر عنده ويسيح. accurate دقيق. سايت النظر لرؤيتك يعني. ستيك يلصق أو لازق يعني بيلزق ستيك. استيميشن تقدير. perpendicular عمودي. vertical يعني رأسي. أنا كده خلصت المصطلحات العلمية الخاصة بليسن 2 يونت 2 لمنهج الساينس الصف السادس ابتدائي. طبعا كلنا عارفين ان انا هجيب كراستي اللي متعودين فيها، هكتب الكلمه وانا بكتبها وانزل بيها يكون لساني شغال، يعني اكتب ميجرنج ايدي شغاله بكتب ميجرنج ولساني شغال بينطق ميجرنج عشان اتعلم الفوتكس واتعلم السبيلنج واتعلم واحسن خطي كمان باذن الله. طبعا ان شاء الله باذن الله رب العالمين بعد العيد كل سنه وانتم طيبين، وبعد انتهاء امتحان الثانويه العامه هبدا انزل شرح الساينس باذن الله رب العالمين. هتعرفوا قيمه اللي احنا بنعمله دلوقتي اما نيجي ننزل شرح الساينس باذن الله. كل اللي حافظ معايا المصطلحات العلميه لما انزل شرح الساينس هيحس بفرق كبير جدا جدا جدا. عشان كده عايزكم يا حبايبي يا طلابي انكم تعملوا شير لكل زمايلكم بالقناه بتاعتي، وانكم اللي ما اشتركش يشترك وتدوس لايك عشان خاطر ان شاء الله نبقى معانا اكبر عدد من الطلبه بعد العيد، وان شاء الله في بعد امتحان الثانويه العامه نقدر نوصل لاكبر عدد من الطلبه عشان نقدر نشتغل في منهج الساينس بتاع الصف السادس ابتدائي للترم الثاني ان شاء الله رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق جميعا، واتمنى لكم السعاده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.